ولا يزاف ولا يهجر ولا يستفد. والشيخ علي من أهل السنة والجماعة. الحمد لله، بارك الله فيك شيخ، حفظك الله. ولا يلتفت إلى هذا الفتاوى ولا يلتفت إليها، وطلبة العلم الذين يأخذون بقول الشيخ علي أيضا في العراق، بعض أيضا الشيخ ربيع أيضا بدعهم. طبعا هذا كله أنا قلت لك يا شيخ علي من أهل السنة ويستفد. بارك الله فيك، حفظك الله. تشبث بتقول الشيخ العباد ما تكلم فيه عشان كذا هو زول كويس، ده كذب. البسني على المبتدأ، الإمام القرطبي نقل عن الإمام أحمد والأوزاعي وابن المبارك عرفته وعمر بن عبد العزيز أن من أثنى على مبتدع يعرف حاله، يقول هذا مبتدع، عرفوا برضو أثنى عليه. قال القرطبي ألحقوا به، ألحقوا به. ودليل العلماء من السنة ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ده دليلهم يعني العلماء ما قالوا مبتدع ساي، البسنا على مبتدع، مبتدع ساي دي ما ساي، عندهم دليل. قالوا ما رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. الأئمة أئمة السلف قالوا ده مبتدع زي البرع واحد. كذلك الإنسان اللي بيثني على الحلبي خلاص، والحلبي ذو المبتدع مستقر خلاص، اللي بيثني عليه عرف حاله ده يبقى مبتدع زيه.